بخير بخير. الله ان الله غفور رحيم. كره هي هذه كيكون في حالات غضب شي ناس ما لا مسؤوليه بركان عندنا علاقه طيبه معاهم وناس مسؤولين مزيانين وجمهور مزيان وكره هي هذه ملي كتبقى شي حاجه واللي كرفص هذا الشيء هو التحكيم. التحكيم اللي جعل الدراري يشحنوا يكون هذيك الاعصاب اللي توترت من ناحيه الحكم. الحكم ما كانش في المستوى هذا هو. ونتمنوا له مستقبل جيد ونتمنوا له ان شاء الله ينادي عليه لونترينور. هذا واجب وطني خصو يجي ويقوم بالواجب ولونترينور هو اللي عنده هو اللي عنده الكلمه ديالو وعنده الراي ديالو اللي كيلعب واللي ما كيلعب. واش غيعتذر في الراجل سفيان ان شاء الله؟ لا يمكن حتى الاخرين ما بغاوش يطلقوه حيت جاو عروض من السعوديه ومن النصر السعودي وعداد قالوا لهم هذاك خط احمر سفيان غادي يبقى معنا في العين ومهلين فيه وناس مزيانين والحمد لله والشكر لله وناس ناس دايرين ليه داكشي اللي يستحق. حتى هو كيتقاتل كيدخل كي ما كاينش كيحط داكشي اللي عندك تجربه كبيره. فرق كبير دابا كتخرج من وسط المدينه وداكشي حيت التيرانات خصهم كاع يتحيدوا من وسط المدينه بالحقيقه. فدابا هنايا حتى الوداد راه عندهم داك وين نسوا له سمو وهنايا راه الحمد لله والشكر لله دي بركه عطاها للرجاء الله سبحانه وتعالى والله ينصر سيدنا هو اللي انعم علينا بهذه البركه اللي كان وهذه الارض السعيده اللي فيها الرجاء دابا.